السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة عن شاشات الاندرويد. جهاز النهاردة MTK 464. في حالة ان انت فقدت وظيفة الازرار الجانبية اللي هما الخمس ازرار اللي على الشمال، فالفيديو ده مختص بشرح ازاي اعيد البرمجة ليها، تمام؟ وفي نفس الوقت برضو في حالة ان التاتش معاك خالف في اللمس، بمعنى المس شمال يسمع معايا يمين او العكس، تمام؟ اولا عشان توصل لقوائم ضبط التاتش الخارجي والازرار الجانبية في طريقين، اول حاجة عن طريق الاعدادات، وتاني حاجة عن طريق ان انا افتح قائمة مثلا زي كده واعمل ضغط مستمر الخمس اصابع، هيفتح لي معايا كده، تمام؟ كل اللي عليك ان انت تعيد اللمس في المكان المستهدف ده. كده عمل معايا اعادة ضبط للتاتش الخارجي، تمام؟ نيجي تاني حاجة ان انا اعيد برمجة الازرار الجانبية، تمام؟ في حالة ان انا خلاص كده التاتش معايا شغال مظبوط، لكن الازرار الجانبية ممكن تكون فصلت معايا. اول حاجة لازم اختار سيتنج، اجيب سيستم، ده الطريق التاني عشان اقدر اوصل للاعدادات في حالة ان انا الازرار بس اللي فاصلة لكن التاتش شغال مظبوط، واجيب سيستم فيرجن 5 تكات متقطعة، باسورد المستعمل 4 8، كونفيرم، اختار تاني اختيار اللي هو التاتش. هتلاقي معايا هنا 4 اختيارات، ال4 اختيارات دول خاصين بضبط التاتش وضبط الازرار الجانبية. فيهم اختيار رقم 2 دوت مختص بان انا ممكن اعمل تيست على التاتش ان التاتش بتاعي شغال مظبوط، يعني في حالة ان انا شكيت ان المنطقة ديت ما بتسمعش معايا لمس، تمام؟ فعايز اعمل اختبار اشوف الجزء ده من التاتش حي ولا ميت. فالحل ان انا اعمل تيست تاتش او تاتش تيست وابتدي اعمل كده، فيظهر لي معايا ان في استجابة او ما فيش استجابة. في حالة مفيش استجابة فالجزء ده طبعا بيتغير اللي هو الخارجي اللي هو التاتش، تمام؟ في حالة مفيش استجابة مثلا او في اختلاف في التسميع في الشاشة، مثلا الشمال بيسمع معايا يمين، اليمين بيسمع معايا شمال، هبتدي اعمل اعادة معايرة بالطريق رقم 1 اللي احنا شرحناه من شوية، او في طريق تاني اللي هو اجيب اللي هو اختيار رقم 1، تمام؟ كل اللي عليك ان انت تختار في منتصف الايه علامة الصح او علامة الزائد، تمام؟ نيجي لتاني حاجة اللي هو ضبط الازرار الجانبية. ضبط الازرار الجانبية في اختيارين، اول اختيار معايا اللي هو رقم 3 اللي هو بيقول لك حدد الهدف من كل زرار، تمام؟ الهدف من الزرار ده مثلا رقم 1 ان هو في الضغط البسيط يشتغل معايا كاتم للصوت، ان هو يكتب معايا صوت، تمام؟ الضغط المستمر يشتغل معايا السيستم سليب اللي هو ايه الجهاز يجيب شاشة التوقف ويفتح تاني طبعا عن طريق لمس نفس الزرار، وهكذا كل الأزرار ليها برمجتين، برمجة في اللمس المنخفض اللي هو اللمس الخفيف اللي هو كده، وبرمجة في اللمس المستمر. طبعا الزرار رقم 1 في أي جهاز طبيعي بيشتغل معايا كاتم للصوت وبيشتغل معايا في وضع الدخول في وضع السليب أو شاشة التوقف، تمام؟ تاني زرار طبعا بيشتغل معايا وظيفة اللي هو بيجيب لي الهوم لان هو علامة الهوم طبعا، تمام؟ تالت زرار اللي هو الباك، رابع زرار اللي هو بيزود الصوت، خامس زرار اللي هو بيخفض الصوت، تمام؟ ممكن اخلي كل زرار من دول يشتغل 2 وظيفة، بس الافضلية ان انت تخليها في وضع الاستاندر. في حالة ان انا الزرار ده عايزه يشتغل كاتم للصوت بس وعايز الغي حوار السليب، ممكن اعمل كده واختار الاختيار ده، خلاص كده في الضغط المستمر مش هيأثر معايا على الشاشة، تمام؟ طبعا انت بمتاح لك مجموعة خيارات كبيرة ان انا اقدر اخلي كل زرار من دول يشتغل معايا اكتر من وظيفة، تمام؟ يبقى انا كده عرفت ازاي برمج الوظيفة مش الزرار، وظيفة الزرار، تمام؟ رابع اختيار معايا في الايقونة دي اللي انا ابتدي اعيد برمجة الازرار. لما اجي اعيد برمجة الازرار لازم اتأكد من اول حاجة معايا ان هو set x y، تمام؟ point range لازم يكون معايا 15. طب وليكن كانت معايا على 1، شوف هي الزرار متبرمجة بس ما بتشتغلش بصورة منتظمة. فأول حاجة لازم اعتمد عليها في البرمجة هنا ان انا اخلي الاختيار بتاع سيت بوينت ده على 15، تمام؟ يس. تاني حاجة ابتدي اضغط ستارت، بانل 1 زرار رقم 1، زرار رقم 2 اللي هو الهوم،
زر رقم 3 لازم تكون فيها بطء في عملية البرمجة عشان الجهاز يفهم، زر رقم 4، زر رقم 5. طبعا انت محدد له الوظيفة فيما قبله، تمام؟ انت دلوقتي بتبرمج منطقة اللمس اللي هتعتمد الوظيفة، وبعد كده اضغط ستوب، تمام؟ كده الأزرار هترجع تشتغل معايا. وفوق ده كله لازم قبل كل الكلام ده اعمل كلير. شوف انا عملت كلير، خلاص رجعت البرمجة. في حالة ان انت متأكدتش ان هنا مكتوب 15 وعملتها، وليكن كانت مكتوب 1 ايا كان، عملت ضبط مصنع، الجهاز فقد بعض بياناته، وعملت ستارت، زرار 1 هيبرمج معايا. بس في نقطة هنا، عملت ستوب، الأزرار مش عايزة تسمع، مع إن اللمس كان شغال بس الأزرار مش عايزة تقوم بالوظيفة بتاعتها. فأنا أول حاجة لازم أأكد منها إن هو سيت إكس واي معمول معايا على 15. دن، يس، وأضغط كلير، ستارت، زرار رقم 1، زرار رقم 2، رقم 3، رقم 4، رقم 5. اتأكدت ان انا خلاص كتب لي رقم 5، تمام، تم البرمجة، اضغط ستوب، الوظيفة رجعت تاني تشتغل معايا بصورة منتظمة. بس وده كان شرح جهاز MTK464. لو عايز تعرف اصدار الجهاز، جيب سيتنج سيستم اباوت ديفايس، هتلاقي الاباوت ديفايس هنا 8257 بابلك. في نقطة كمان هنا، في ناس بتدور على الايقونة اللي هي بتبقى فيها البرامج اللي انا اقدر اقفل منها البرامج، تمام؟ ضغط مستمر على علامة الهوم اللي هي تحت هنا هيجيب لي الايقونة دي، دي منها اقدر اقفل البرنامج ده او اقفل البرنامج ده، لان هي في الجهاز ده مختلف شوية عن الاجهزة التانية. زرار الهوم هنا بيشتغل بوظيفتين، يجيب لي الهوم تكة مستمرة، يجيب لي البرامج تحت التشغيل او الشغالة، تمام؟ وده كان شرح عن ازاي اظبط اعادة معايرة للتاتش، وإعادة معايرة وإعادة ضبط للأزرار الجانبية. بالنسبة للقائمة المنسدلة، القائمة المنسدلة في الشاشة دي بتظهر ازاي؟ بعمل لمس من تحت كده، بضغط على علامة الساعة، بيظهر معايا القائمة دي أو الأيقونات دي. أقدر من هنا أعمل إعادة تشغيل للجهاز في حالة إن أنا كنت عايز أعمل ريبوت من غير ما أضغط على الريسيت من فوق هنا بإبرة، ممكن أعمل عن طريق أضغط ريبوت، تمام؟ أبتدي أغلق واي فاي، بلوتوث، البلوتوث كده مش هيظهر معايا التليفون لو دي مقفولة، شغل واي فاي. مجموعة خيارات متاحة، أقدر أعلي الإضاءة أو أخفضها يدوي، أقدر أتحكم في مستوى الصوت. بالنسبة للجزء التاني من القائمة المنسدلة اللي هو البار اللي بيظهر معايا من تحت، مجرد ما أنا ألبس من تحت كده بيظهر معايا أيقونات تانية هنا تحت. الأيقونات دي كل زرار فيها بيقوم بوظيفة مختلفة، تمام؟ برمجة الأيقونات دي أنا أقدر أوصلها منين؟ عن طريق اللي هو السيتنج، وأجيب سيستم، خمس تكات متقطعة، باسورد مستعمل 4 8، كونفيرم، اجيب سيم، اجيب النافي بار لي اوت، اجيب البوزيشن. البوزيشن ده بيتحكم لي ان البار ده او الخط ده مثلا بتاع الازرار ده يقدر ان انا اجيبه يمين او اجيبه شمال او اجيبه تحت، تمام؟ بس طبعا مجرد ما اختيار من دوت التكيت سيف، خلاص الجهاز هيبتدي يراستر ويفتح لي بالوضع الجديد بتاع الايه، بتاع الايقونات ده، تمام؟ ومن هنا بقدر احدد عدد الايقونات، كل ايقونه من دولت عايز تشتغل معايا ايه. مثلا الايقونه رقم 1 بيشتغل معايا هوم زائد ابس، تمام. ايقونه رقم 2 تشتغل معايا ميوزك، الثالثه كار بلاي، الرابعه مابس. ممكن اغير مثلا بتاعه الكاميرا الاخيره دي تكه هنا كده، اختار اي حاجه متاحه ليا او مريحه ليا بالنسبه للاستعمال بتاع الشاشه. ممكن اقلب الايقونه الاخيره دي بلوتوث او الفون مثلا. مجرد ما التكه سيف، خلاص هيتقلب معايا السيستم التشغيل للتليفون، تمام. ده بالنسبه لاختيار الوظيفه، وهنا بالنسبه لاختيار مكان وجود الايقونات دي. وده كان بالنسبه للقائمه المنسدله والايقونات اللي تحت دي، اقدر اغير مكانها منين واقدر احدد وظيفتها منين.